and he expanded it in a thick-skinned neo-comité. Was born with bits of fingers or toes. أي حاجة بعد كده هتبقى thin skin. يبقى thin skin ألاقي فين لو أنت فهمت. All over the body accepted. طب عايزة من حضراتكم حد يفكر. مين فيهم اللي فيه شعر؟ أكيد الذهن. وخلي بالك الشعر ده كثافته تختلف من مكان لآخر. يعني في شعر يبقى خفيف وفي شعر يبقى إيه؟ غزير جدا زي في السكالب مثلا، زي في الشعر، زي في الدم. الله يبقى اذا ده مين فيهم اللي هين سكين؟ الثين سكين. طيب تعالى ندرس، هتستغرب قوي ان احنا نهتم قوي بالثيك ايه؟ سكين، وفي الاخر هنقول جدول الفروقات ما بين الثيك وايه؟ والثيك وكام حاجه على الثيك. تعالى بقى نبتدي بالثيك سكين. على فكرة كلمة سكين باللاتيني اسمها ديرمس. اسمها ايه؟ يا دكتور الديرمس ده بستري عبارة عن شوية كونكتيف تيشو. طب مش في ابيثيليوم لازم يغطي الديرمس ده؟ اللي فوق الديرمس اسميه ميبيدرمس. طب انهي نوع من الابيثيليوم اللي بيغطي جلدك فقط؟ مش لازم ادخل نوع من الابيثيليوم اللي هو سكرتين فايت سكوين. سكرتين فايت سكوين. كيلاتينايز كرتيفايد سكوين بس كتير ده سميته ابي ديرمز والكونكتيف تيشو ديرمز. طب تحت الجلد وليس من مكونات الجلد في شويه فات. فات ده من تركيب الجلد؟ من تركيب السكين؟ نو ده بيسموه هايبو ديرمز. اسمه ايه ده؟ يبقى مين يقول لي لايرز اوف سكين لو انت فهمتها؟ ابي ديرمز وديرمز بس. امال ايه حته الهايبوديرمز اللي تحت؟ ده اديبوز كونكتيف تيشو اندر ذا سكين، ده تحت الجلد. طبعا اساس النظر المهم قوي الابيديرمز اوف ذا ثيك سكين. دكاتره انت قلت لي ده ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم كيراتينايز. احنا اتعودنا الابيثيليوم يبقى قاعد لوحده من تحت الايه؟ مين فكرني الابيثيليوم كان باسكولار ولا ايه مسؤولين؟ بياخد الميزه ازاي؟ بياخد الفيوجن من الكونكتيف تيشو بس تحت من بس اللي هنا. كل ما اطلع لفوق الغذاء يزيد ولا ايه؟ يبقى مين اكبر سيلز للغذاء حلو؟ اللي تحت هبتدي بيها حلو. الابيثيليوم ده قاعد على كلير اند ويفي بيز ممبرين. يعني ايه كلير؟ يعني ايه يا ابو يعني تيك ولا تيك؟ كل حاجه في الابيثيليوم بس تبقى ايه؟ عشان ده الحمايه. طب يبقى بيك بيز من ايه؟ من ايه؟ ناخد بقى الاول لير اسمها بيزال سيلز. انا مشكلتي في الايديتين من ايه؟ المسكين ايه؟ اساس. طب ايه بيزال لير؟ سهل. طب ستراتم بيزال. انتوا عارفين احنا سهلتكم تسهل. طب بدل بيزال لير اسمها ايه؟ يعني ستراتم. مش معناها زي لير كده. ستراتم ايه؟ بيزال. وساعات يسموها جيرمينال لير. جيرمينيت يعني ايه؟ الشاطرين. هي دي اللي بتتوالد بتتكاثر، هي دي اللي بتنقسم وتدين لفوقيه. يعني from this layer the other cells originate. لو انت فهمت دكتور عايز كلمة عن نيوكليس وكلمة عن سايتوبلازم. النيوكليس دايما في حالة ايه؟ مايتوزيس. انت عارف دكاترة ان الابيثيليوم النقل الفرد بيوصل ل 30 لاير. دكتور الابيثيليوم عشان يحصل له كومبليت ريجنريشن يعني كل دول يتجددوا يعني ما بقاش في خلايا قديمه كله يكون جدد ياخد قد ايه؟ من اسبوعين لاربع ساعات. وموستلي ات نايت بالليل وانت نايم. انت بالنهار بيحصل ايه؟ احتكاك وفي سيلز بتقع المريات اللي فوق بتقع وبالليل وانت نايم جسمك مش نايم جسمك بيعمل ريجنريشن. يبقى ريجنريشن بياخد تقريبا قد ايه؟ كل هذه من 2 to 4 weeks mostly at night. والنيوكلاي هنا دايما في حاله ايه؟ طب ده انا قلت ميتوزس بقى غششت بقى السيتوبلازم يبقى لونه مين؟ شايف انا رسمه انهي لاير؟ بيزل بس. شايفين السيتوبلازم لونه ايه؟ ازرق غطيس ديبلي بيزوفيريك.
هنا عايزه مين؟ احنا بنقسم وبنقسم، فمحتاجه فري رايت. مين فكرني بالبهايم المطلوقه في الغيط؟ البهايم دي بتلبس سبامبرز؟ لا 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 ولا مسيبينها مطلوقه؟ عشان البروتين الساخن اللي بتعمله ده بيستخدم في سنان الدكتور، مش كده فيرتلايزر؟ هو نفس الكلام، الفري رايبوزومز بتعمل بروتين مش بيل ده سيرف. مش انا طول الوقت بعمل ديفيجن عشان اعوض اللي فوقيه؟ طب يبقى دايما في حاله ايه؟ مين يقول لي تاني؟ النيوكلاي في حاله ايه؟ مايتوزس والسايتوبلازم دي بيزوفيلم بريتش ان فري رايبوزومز. الكلمه دي مهمه. طب دكتور، حد فاكر بالالكترو مايكروسكوب لما بصينا على السيلز دي؟ علشان هعمل لك ايه يعني؟ انا كبرتها بالالكترو مايكروسكوب. حد فاكر المشارك اللي بتمسك السيلز مع بعض؟ يبقى السيلز ار جوينت توجذر باي ايه؟ ديسموزومز. طب مين من ولادي قوي الملاحظه يبص هنا يقول لي دي اسمها ديسموزوم ولا هيمي ديسموزوم؟ هيمي ديسموزوم دي يعني ديسموزومه كامله ولا نص ديسموزومه؟ فاكرين الكرتونه والمسامير اللي منقوقه فيها دي بتبقى ناحيه الريبتيجن بس، تحت دي كونكتد ايه؟ تيشو. فيبقى اسمها نص ديسموزومه، اسمها هيمي. يبقى السيل جوينت مع بعض الديسموزومز، لكن جوينت البيزمنت ميمبرين باي هيمي ديسموزوم. طيب مين فكرني المسامير دي كانت ايه؟ بص هنا، حد شايف الكيوت دي اللي موجوده في الديزمو ايه؟ دي دونو فلانس. حد فاكر كلمه انتر ميديات فلانس؟ زي هي رفيعه زي الاكتين ولا تخينه زي الميوسين؟ دي ما بينهم عارفين تقريبا 10 نانو متر. يا ولادي التونو فيلمس دي او الانتر ميديات فيلمس دي اللي بعد شويه مش دلوقتي خالص هتديني كيراتين. حد فاكر ستاتيفايد سكريمز ده كان هنا كده؟ يعني السيلز بتاعته عامله كيراتين، فدي مرحله اسمها بري كيراتين. بيقول دي ام ايه؟ طيب مين خد باله غير ان السيلز ممسوكه مع بعض الديسموزومز؟ معرفش خدت بالك ان في انتر ديجيتيشنز كده السيلز اتعشقوا بعض. يبقى مين يقول لي السيلز ممسوكه مع بعض ايه؟ ديسموزومز، وممسوكه اتاتش للبيز برين بالهيلي ديسموزومز، وفي انتر ديجيتيشنز ما بين السيلز ولا لا؟ طب الديسموزومز كان فيها انهي نوع من الخيوط بتشتغل؟ تو فيلمنتس ويتش ار انتر ميديات فيلمنتس بسميها بري كيراتين. اسمعي تاني؟ بس الحته دي عايزه فهمك قوي، ولو اتفهمت حلو هتوفر علينا مجهود كبير ووقت من كبير في المقابله دي. طيب دكتور، انت شايف النقط دي ايه؟ مين يقول لي ايه النقط اللي ماليه السيلز؟ فري رايبوزومز. طيب هنيجي للسيلز اللي بعدها. دكتور انا ما قلتش غير اول لاير اسمها ايه؟ بيزل سبلاير. هتبتدي السيلز تنقسم وتديني اللي فوقيها. بص دول ليهم اسم من اتنين. دول المجموعة دي هي من 4 لـ8 لايرز، يا إما اسمها سباينس لاير وهقول لك حالا بيسموها كده، يا إما بريكلز لاير. يعني إيه سباينس؟ أشغال. ليه سموها سباينس لاير؟ بعد ثواني خليكي معايا. طيب أنا هاخد دي وأكبرها هنا. مين خد باله؟ هي بولي هيدرال او بولي مونال سيلز. حد فاكر شكلها خماسي او ثلاثي كده؟ مين يقول لي نيوكليس فين؟ كل ما اطلع لفوق السيلز بيكم ايه؟ اكبر ولا بيصغر؟ سمولر، عشان النيوتريشن بيقل. تيجي نتفق ان في كل لايرز تقول لي السيلز ارجوين مع بعض ايه؟ واللي فيها دور يعني دي قاعده كده تقولها في كل لايرز. طيب عايزه من حضراتكم تقول لي فيها فري رايبوزومز؟ اه، بس كميتها ايه؟ اقل. وهل بتعمل ديفيجن؟ لسه فيها شويه مايتوتيك فيلرز، يعني لسه ممكن يعملوا مايتوزس. دكاتره عشان كده بتلاقي السيتوبلازم انا رسمها غلط، المفروض اقول ايه؟ مش هقول احمر، اقول لس بيزوفيليك. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني سرقان قلب. عشان مين قلب؟
اكتر نيجاتيف فيه الريبوزومز سبيس سنسز. طيب عايزه من حضراتكم كده حد يقول لي في انترفيشنز ولا لا؟ طب ومعاها اسمه زوز اللي فيها تونو فلز. طيب نيجي بقى دكتور انا قلت لك مشكله في السكين ايه؟ أسان؟ أنا اللي دي سببتها ايه؟ بيزا أو ستراتم بيزاي دي اسمها ستراتم سبايلوزا أو ستراتم أو بريكل لير أو سبايلس لير. أنا دي ما أحب الاسم ستانس يجي فين؟ أنا ليه سببتها سبايلس لير؟ دكتور أنت مش قلتلي من شوية السنس ممسوكة بعض ايه؟ اسمه زومس خليك فاكرة دي وأنا بس بوم دكتورة ركزي في الحتة دي. حد شايف السنس دي؟ واحد مش بنستخدم الالكول وانا قلت لكم قبل كده الالكول بيخلي حاجه يحصل لها ايه؟ طب لما السن دي جنبها سن ثانيه وسن ثالثه ورابعه وخمسه حواليها سن دايما يدوب وممسوكين مع بعض الايه؟ اسمه زوز دايما يدوب متدبسين. لما كل واحده يبتدي يحصل لها ايه؟ شرينك. بس هي لسه متعلقه في اللي جنبها بجسمه. لما دي تعمل شرينك دي تعمل شرينك يبتدي بقى الحته اللي ممسوكين مع بعض بينزل اشواك عشان لما كبروها قوي باللايت ده اللايت ميكروسكوب الاولى هي كبروها قوي لقوا السيلز كان ليها ايه؟ سباينس بروسيس فسموها سباينس لير. لكن هل ده موجود في الحقيقه ولا ده عيب في التحضير او عيب في الاستدامه؟ فاكر سنه اولى لما خدنا الكوندروسايت بتنفمش وتسيب سبيس حواليها السمولاتي وده برضه كان عيب فين؟ التحضير فاكرين؟ طب تعالى بقى نتكلم دلوقتي مين يقول سباينس لير؟ كام لير؟ من اربعه لثمانيه لايرز اوف بولي هيدرال سيلز النيوكليس فين؟ السيلز بيكم سمولر ناحيه السيلز السيلز جوين مع بعض بايه؟ دي تفكرني بقى اسمه زونز يبقى ديورينج ريباريشن السيلز بيحصل لها ايه؟ شرينج. فالسايت اوف اتاتشمنت اوف لايزونز تبان كانها سباينس بروسيس ذاتس واي اسمول سباينس لير. خد بالشفا عندك دي بقى البيزا مع سباينس سميناها مالبيجيا بالشفا حبايب اسمه تاني ايه؟ اذا الخواجه مالبيجيا ده نيجي تصلات وجولات مع فاكرين مالبيجيا بين الكورباسنس ونفس الخواجه دلوقتي مالبيجيا ايه؟ لا يا حبيبي ولا خلي بالك من الاسامي بيقول لي في التحريري في النظري اتكلم على مالبيجيا داير يبقى عايز مين مع مين؟ بيسال مع سباين انا مش هقول لك البيزو سباين هقول لك مالبيجيا داير. طيب حد شايف بقى؟ طبعا دي البيزل سيلز اللي تحت ودول مين؟ سباينس داير. انا قلت مين مع مين؟ بيزا مع سباينس اطلقنا عليها مالبيجر انتوا لسه ما شفتوش اسامي بص يا دكتور معايا حد شايف دي بقى؟ دي اصعب لير اللي عايزه تنفيذ التام معايا فيه اسمها جرانيولار لير. دي بتبقى ثلاث او اربع ليرز يعني عددهم ايه؟ ولكن دكتور عددها بيبقوا اثنين وثلاثه كمان لو سمحت سيب الفيديو بص معايا بيلاحظ السيلز هيحصل لها ايه؟ فاكسبلاندن شويه تقدر تقول عليها زي سبوندل شيب شويه. طيب دكتور النيوكليس بقت ايه؟ لا رفيعه خالص اللي في النص الغامقه دي لكن ملاحظين ان انا ليه سميتها جرانيولار لير؟ ظهر فيها ريزوفيل جرانيولوس ظهر فيها جرانيولوس لونها ايه؟ ازرق. طيب دكتور دكتور ركزوا معايا قوي في الحته دي هنكبر السن دي بالتريترون ايه؟ لا الحته دي بجد عايزه فهم انها رزقه هنكبرها بالتريترون مايكروسكوب لقينا فيها ايه السن دي؟ مين يفكرني السن جوي مع بعض ايه؟ اسمه صوتي قاعده الالف الثلاثة ليرز اللي فاتوا دكاتره فيهم خيوط الكيراتين ولا لا؟ كيراتين ولا البيكرا اللي هي التونو طيب ملاحظين بقى في الالكترو يا دكاتره ورا لو سمحت ركزوا في الحته دي لقينا في نوعين من الجرانيولز انا في جرانيولز اسمها زي ما تكون مخططه كده وفي عاملاها بالاصفر شايفينه؟
المخططة دي وكفارة يعني. بيسموها قوة التلوث. مين يفكر يعني ايه قوة؟ مغلفة يعني covered with membrane. خليك فاكر النقطة دي. ده كده بيسموها لاميلر بانيوز. لاميلر يعني ايه؟ مين دايما بيدي شكل لاميلر؟ حد فاكر سيل ميمبرين؟ لما في فص ولفلز او ليبيد باي لايرز تدي الشكل ده. يبقى قولي تاني قولي تاني يبقى فيها ايه؟ ايه المحتويات بتاعت الكوتد بانيوز؟ ليبيدز تحتوي على؟ طيب ايه رايك؟ لا لو سمحت ركزوا قوي ان دي سهله الرسم مش صعب. الكود الجرانيوس دي جواها الامور. ايه رايك لو تعمل اكزوسايتوزس؟ هتطلع ايه بره؟ الدهون دي هتطلع بره. تطلع في ايه؟ اهي ما بين السيلز شايفينها؟ دي تعتبر مانع. مانع سد حاجز يمنع دخول ايه؟ حد شاف طوب حطيت بينه اسمنت؟ مين بقى تعتبر سيمنتك سابستنس؟ الليفد اللي خارج بره ده يمنع دخول بكتيريا مثلا، يمنع دخول او خروج الميه. يا جماعه هي الميه تختلط بالفات؟ لا، يبقى ده يعتبر ووتر بروف لاير. عشان حضرتك لو نزلت تعوم في البحر ولو ما كانش فيه الدهون دي كان جسمك يعبي ميه. أو تقف شوية في الشمس تنشف المية هتتبخر منين؟ من جسمك. إذا دي تعتبر برجل ولا لا؟ مين يقول لي برجل أجينست إيه؟ أجينست دخول إيه؟ فورن وركينج أوف بكتيريا وكمان ووتر بروفينج؟ دكاترة؟ لا أنت تركز معايا قوي. مين يقول لي أول نوع من الجرنوز عشان تشجعه؟ كود اللاميلر بانيوز لقينا جواها ايه؟ ليبت. والليبت هي بتعمل اكسو ايه؟ يبقى الليبت خرج فين؟ ما بين السيلز في الاكس باسيلر سبيس اكت از ايه؟ سيمنتنج سبسنس. نمسك السيلز مع بعض تو اكت از ويعتبر موتر تو موف ليك. طيب سيب بقى اللي في ايدك واسمع الغلوه اللي جايه دي. المشكلة اللي جاية في النوع التاني من الجرنوز، والله فهمته فهمت بقية الليرز، ما فهمتوش هتبقى تناصب قدامك. لا محتاج كله يسكت كله يبص انا هعمل ايه دلوقتي. النوع التاني ده انا عاملاه بلون ايه؟ اصفر بس عشان تتميز. وعلى فكرة مفيش ممبرين حواليها. وليها اسم غريب قوي مش شايف تاخد الاسم ده كيرادو هايلاين جرانوز. والتاني اسمه ايه؟ اسمعي تاني؟ هيلاين بارتج. خدنا كلمة هيلاين قبل كده؟ مش كان في نوع من الكارتج اسمه هيلاين بارتج؟ وقلنا هيلاين معناها زجاجي أو شفاف. يبقى خلي بالك الجرانيوز دي المفروض إنها تبقى لونها بعد شوية تبقى لونها شفاف، مش دلوقتي. يعني بعد شوية تتحول لمادة شفافة. وبعد ما تتحول لماده شفافه هتدي كيراتين. عشان كده سميناها ايه؟ كيرات وخيرا. طبعا الحته دي لازم هنقولها تاني وتالت لغايه ما تستوعب، بس ركزوا معايا دلوقتي. استنى استنى كده، سيب بقى اللي في ايدك، بص انا هعمل ايه؟ لو سمحتوا مين فكرني كان في خيوط لا هي رفيعه زي الاكتين ولا مخينه زي الميوسين جوه السيتوبلازم؟ كان اسمها دونو فيلز او انترميديات فيلز. ايه يا جماعه؟ لا ركز يا دكتور. الانترميديات فيلز او التونو ايه فيلز او بري كيراتين. متفقين على الكلمه دي؟ طيب انت قلت لي في كيراتو اسمها ايه تاني؟ كيراتو هايلاين جرانيولز. وهنعرف حالا نتسمى كده. الكيراتو هايلاين دي هل في ممبرين حواليها؟ لا مفيش ممبرين حواليها، لكنها ادي جرانيولا اهي. وانا الحقيقه قصدي ارسمها خفيفه كده علشان ما ارسمش حواليها ايه؟ ممبرين. حد فاكر كان في خيوط اسمها؟ تونو فلز او بري ايه؟ كيراتين. لا
بل كلام خاص. ركز معايا قوي. الخيوط اسمها ايه والجرانيولز اسمها ايه؟ الخيوط اسمها ايه شباب؟ توتالز او بريجرانيولز. طب الجرانيولز اسمها ايه؟ هل الجرانيولز دي محاطه بميمبرين؟ عشان كده بتطلع ايه بسهوله حواليها؟ ماتكس. الماتكس ده بيغير طبيعه الخيوط. الخيوط التوتالز دي بتتحول الاول لماده شفافه اسمها ال دي. ثم الماده الشفافه بعد شويه على فكره بتاخد وقت في التحول هتتحول الى كيراتين. لو انت فهمت اسال سؤال يا دكتوره اشوف فهمت دي ولا لا. احنا عندنا كم نوع من الكرنوز؟ خلي بالك بنسميهم ايه؟ كوفيد اللي بتعمل برد والثانيه اسمها كيراد وخيرات. مين يقول لي كيراد وخيرات؟ في ممبرين حوالينا؟ بتفرز ايه؟ بيغير طبيعه مين؟ يحولها الى الدين. ثم بعد شويه الدين يتحول الى كيراتين. لا انا هسالك كل لير فيها مين؟ اسم الخيوط واسم الجرانيولز. يعني هل البيزل والسباينس كان فيهم خيوط؟ اه كان فيهم مين؟ كلوروفيلز اللي هو بري كيراتين. طيب هل فيهم جرانيولز؟ عارفين ممكن الجرانيولز تبتدي تبان؟ شايفين يا جماعه؟ في السوبرفيشال لير خالص في الجرانيولر لير في السباينس لير يبتدي يظهر كود الجرانيولز. طب استنى استنى جرانيولر لير ليه سميتها جرانيولر؟ فيها كم نوع من الجرانيولز؟ نوعين كودد وكيراد وخلايا. بس انا الخيوط هنا لسه اسمها ايه؟ أو بريكراتين. طيب مش كل شوية تقول لي هتاخد وقت وبعدين تتحول إلى إنجين وبعدين وقت وتتحول لكراتين. عارفين الوقت ده بتاع إيه؟ على بال ما السيلز اللي تحت تعمل ديفيجن هتزق كل واحدة في الدير اللي فوقيها. يعني إيه؟ تعالى نشوف الجرانيولار لير ده جدا. لا معلش مش دول كل شيء ينقسم؟ مين اللي ينقسم؟ البيز فتزق كل واحدة في اللي يلف فيه. طب دول لما يتزقوا فوق سيلز وصلاة بزق؟ ده هنا وصلنا بزق العافية صح وبقت فات. هنا يوصلها بزق؟ A one layer of dead cells. Dead cells يعني ما فيهاش دي. مش عرفت كده السيل ميتة. ما فيهاش دي. ولا اورجانيلز لكن فيها ايه؟ ريتش ان لا بتكاتين ايه؟ اللي هي بس ايه؟ شفافه عشان كده يسموا لير دي كلير لير. مين قوي الملاحظه؟ يقول لي اسامي اللايرز اللي قلناها لغايه دلوقتي. عايز اسمع. اول لير اسمها؟ بيزل لير او مال. ما البيكن اقول عباره عن مين مع مين؟ بيزل مع سبايس. ثم ظهر الفلات سيلز اسمها جرانيولار لير. ثم حته فاضيه هنسيبها فاضيه اسميها ايه؟ كلير لير. دي كام لير؟ كلير دي. وات لير؟ اوف ذير ايه؟ سيلز. والنوع ايه؟ نوع ايه؟ يوم يس ولا اورجانيز. طب ايه اللي خفى الاورجانيز؟ هو السيل لما تبتدي تموت مين يزيد؟ مش الرايزوزومز عشان يبتدي يحدد اللي جواه فتبتدي مين تختفي؟ الاورجانيز. يعني الرايزوزوم زاد. طب استنى الديزموزومز اخبارها ايه؟ هي برضه تختلف؟ لا موجوده. لا بس تبتدي في حتت منها تلوم. يبقى السيل جوين بايه؟ بوائل ديزموزومز. جوين باي ريمنتس اوف ديزموزومز. تيجي بقى نقول الدايرة دي واللي بعدها تقول السيل جوين بايه؟ ها؟ ما دام قلت السيلز بدأت تموت اقول السيل جوين بايه؟ ريمنتس اوف ديسموزومز. دكاترة والخيوط اللي هنا اسمها ايه؟ الكلير دايرة طبعا الشفافة ال دي اللي هو مين كونه؟ المادة اللي عملته مين؟ كيراد وخيرات تأثيرها على
من اول ستيج. اسال اسم اللير تقول لي اسم الخيوط واسم الجرانيولز. بس الاول اوريك هورني لير حد شايف دي؟ دي خلايا. ايه الخيوط الحمراء دي؟ خيوط الكيراتين. دي بواقي مين اللي ماسكاها؟ الديسموزوم. بس ولا في اورجانيلز ولا نيوكليس ولا ليه؟ دي بقى هورن لير ولا بتبقى ميني لير؟ انا عايزه حد يكون بيستخدم مخه كده. هو احنا السنه الاولى قلنا ستراتيفايز ويمس من 5 اب تو 30 داير. انا فاكر الكلمه دي؟ 30 داير دايره فين؟ هذا التسكين بالذات. طب عيب اللير قلناها البيزنت هي كام داير؟ واحده وسبايرز. هناخد اقصى عدد. هنقول ثلاثه. انا واحد؟ تسعه. تسعه. طب الجايه؟ كل اللي ده ميني لايرز تراكمات ميني لايرز اوف ذات سيلز وذ نو اير نو اير يوكس ولا اورجانيز وجوين مع بعض بريمننس اوف ايه ديسموزوم وكمان ريتش ان ايه كيراتين ديرايف من الجين بتاثير الفاتس اللي عملته الكيراتين. معلش انا حاسه الحراره. اسم اللاير تقولي اسم الخيوط اسم جرانيوس. طب هو في جرانيوس في البيز ذات سبايرس؟ ممكن جرانيوس تظهر في اي لير في سبايرس؟ طب استنى استنى في البيز ذات سبايرس في اي نوع من الخيوط؟ اللي هو نوفلس اللي هو بري كيراتين. طب الجرانيوس في نوع من الجرانيوس؟ اكيد نوعين كودن وكيراتين وهربان. مين الخيوط؟ لسه فوق بس بدات تتجمع وتعمل بند. طب نيجي نتكلم على كلير لير فيها اي جي. طيب ثم هوني لير. طيب عايزه بقى اسال حضراتكم مفاجاه كبيره مفاجاه كبيره. انا شرحت كام لير؟ لو اعتبرنا ان البي يدي لير يبقى اربعه مش كده؟ كل ده يمثل اول نوع من الخلايا في الجلد. هما في كام نوع؟ اربعه. فاعتقد مش في الجلد، في الابيديرمس في الابيديم. طب مش كل دول ادوا لتكوين كيراتين؟ نسميهم كيراتينوسايتس. ركزوا بقى في الامان. لو قالت لي اتكلم على كيراتينوسايتس اقول اربعه لير. طب اتكلم على مالبيجيان لير. اذا المعنى مهم قوي تعرف ايه المطلوب. عشان ما تقعدش تكتب حاجات مش مطلوبه، هتاخد منك وقت ضيع منك. تيجي بقى نتكلم على دكتور بدل في كلمه كيراتينوسايتس يبقى في نون ايه؟ نون كيراتينوسايتس. وعلى فكره هبتدي باول واحده الطف وجميله ميلانوسايتس. اسمها ايه تاني؟ من اسمها كده صانعها مين؟ انا شايف السبيلنج الجميله دي. انت عارف السيلز اللي جايه على فكره دي سؤال شورت لوحدها بتتكلم عن الميلانو سايت. فانا مش مبسوطه كده. اول كلمه تقول لي اوريجن. عارفين يعني ايه اوريجن؟ يعني اكتودرمال ولا ميزودرمال ولا اندودرمال. تاني كلمه تقول لي موجوده في انهي ليه. تالت كلمه تقول لي لايت مايكروسكوب والكترون ايه؟ مايكروسكوب ثم الباتش. لكن هتلاقي في الميلانوسايت مكتوب حاجه اسمها دوبا رياكشن. على فكره في حاجه خدتوها يمكن في البايو كيمستري. خدتوا دوبا دوبامين. لا يا حبيبتي دوبا دوبامين ده بتاع الادرينالين واللول. انما احنا هنا حاجه مسار تاني. في دوبا بس مسار تاني. لا لا انا عايزه تباهي معايا. مين يوصف لي الميلانوسايت؟ انا رسمها هنا باللون دي. كلهم شفاف. دي فيري لارج برانش اتسلت يعني ليها ميني بروسيسز موجوده في وسط انهي لاير؟ يا دكتوره ورا في وسط انهي لاير؟ في البيزال سيلز اوف ذا ابيدرمس. مكانها مكانها
فعلا. مش انا دايما اقول لك الاكتو ده بيجيب حاجات الخارجيه زي ايه؟ زي سكين. طب بس سكين ده قلت لي في ابيدرمز ودرمز. الدرمز ده ايه؟ قلنا بتنتشر يبقى ميزو درمز. انما الابيدرمز هو ده بس الابيدرمز. مين يقول لي كده؟ يعني الكيراتينوسايتس ايه؟ الابيدرمز. طب النون كيراتينوسايتس المفترض طالما في وسط الابيدرمز يبقوا ايه؟ اكتودر. فعلا ميلانوسايت او الواحده دي ايه؟ اكتودر من الارج. بريزنت فين؟ مش دايما احنا في اي سيل اورج سايت شيب فانكشن؟ ها؟ البيزا ليف اوف ذا بس الحقيقه هي ليها لارج سيل برانش وليها ميني ايه؟ مين خد باله هل ممسوكه في دكتور سمعان؟ لا. هل ممسوكه عن حواليها في الزوزوم في وسط الرسم؟ لا خالص. لكن ممسوكه في البيز من ممبرين بايه؟ هيليدسموسوم. شفتي هيليدسموسوم؟ لكن هل دي ماسكه في حواليها؟ ليه مش محتاجه هيليس؟ بص بص البروسيسز عملت انفاجينيشن في السيلز اللي حواليها. عملهم غزو كده يعني بتزق السيمبرين بتاعها غمزه فيهم عشان كده مش محتاجه تمسك تاني بايه؟ يعني هي بتنتر جديد مع الكيراتينوسايتس اللي حواليها. ثانية واحدة. طب هي ليها زوائد ليه؟ وده مسميتها ميلانوسايت، يبقى صانعة مين؟ مين خد باله إن فيها بيجمنتس لونها أسود؟ ده الميلانين. لا استنى. أنا هقول لك حاجة هي صحيح مش مطلوبة منك لكن هتفهمك المطلوب. دكتور يا دكتورة ركزي يا بنتي معايا. الميلانين ده بيتصنع من امينو اسيد اسمه تايروزين. وجود انزيم اسمه ايه؟ تايروزينيز. التايروزين ده بيتحول الى داي هيدروكسي فينايل الانين. يعني يلمده. ثم برضه في وجود التايروزينيز الثم يدي مش دوبامين بقى ثم الجزيت ده في حاجه اسمها دوبا مينون على المفروض تحفظه عشان ده ثم الدوبا مينون في الاخر يديني ميلانين. لا 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 عايز كلمه واحده عشان اصنع ميلانين محتاجه انزيم تايروزينيز انزيم. طيب ولو عملت اختبار جيت على تيشو كده وحطيت توبه على الجلد لو الجلد ده فيه ميلانو ايه؟ سايت هتحول التوبه ده لايه؟ يظهر ميلانين فيها على طول. دي لو ظهر ميلانين اسودت يظهر فيها نقط سودا ده معناها ان السيلز دي صانعه مين؟ ان في هنا ميلانو سايت ده بيسموها دوبا بوزيتيف رياكشن. لا على فكره مش مبسوطه خالص. ده انا عايزه حضراتكم بسرعه تقول لي ميلانوسايت اللي سمعته مني عشان اكمل الحته اللي بره. اورجن سايت بتفريز فيزا سيلز واكستند يا لارج برانش سيلز واكستند البروسيسز ما بينهم ايه؟ في الجلد بتنتر جديد مع السيرابليك كيراتينوسايتس. هل السيلز ممسوكه مع بعض الديسموزوم؟ نو. لكن ممسوكه في البيزمنت ايه؟ ممبرين بهاري ديسموزوم. طب هي ازاي بتصنع ميلانين؟ عندها انزايم اسمه ايه؟ مش اي انزايم سعادتك قلت لي قبل كده ان اصله بروتين بس عليه. يبقى السيلز ينشئ ايه؟ استنى عشان هفهمك حاجه ناس كتير مش فاهمه. في عندي راس ايه؟ اي ار ويل ديفلوب نيورس. طب مش هيطلع من الجولف ده كيس فيه تايروزينيز؟ بص يا حبيبي الكيس ده فيه ايه؟ تايروزينيز. جوه الكيس ده يتحول ايه؟ يحول التايروزين الى ايه؟ دوبا ثم دوبا كلهم ثم في الاخر مطرح مين هلاقي مين بعد شويه؟ مطرح
ميلاني. كان ولا كينيدي؟ هي صنعت مين عشان تصنع ميلانين؟ انزيم اسمه بايوزنيز. اتكون في الجسم ولا لا؟ يعني اتكون في الراس بمساعدة الميتوكوندريا زاد لها الطاقة، وبعدين راح للجولجي ايه؟ وقلت لها كيس في بايوزنيز. جوه الكيس التيروزين يتحول إلى دوبا دوبا كوينون ميلانين. كده يعني مين هيبقى بالنسبة لمين؟ بايوزنيز هيحل محله ميلانين. دكتور خلي بالك الكيس اللي فيه الميلانين ده بيسموه ميلانوزومز. الاكياس اللي فيها ميلانين، الاجسام اللي فيها ميلانين اسميها ايه؟ طب مين قوي ملاحظه يقول لي ليه هي ليها زواج؟ دكتوره ورد هي لسه انت ليها بروسيسز. بعد ما بتصنع الميلانين تحقنه انت حواليها بالبروسيسز بتاعتك. They inject the melanin to the surrounding cells by their processes. مين راح مصيف؟ ساحل، الاسكندرية، أي حاجة. بعد كام يوم بتبتدي تسمار. ده هو يوم الحمار، في فرق بين الحمار معلش شوية تسمار. إيه اللي حمار؟ اتسرقت في الشمس، الحمار ده نتيجة الهيل بتاع الشمس. كأنه إيه؟ زي ما كنت ساعات صندل. دكتور لكن بعد شويه انا بعمل الميلانوسايت في قلبي ليه؟ تحت خالص على بابا بتصنع من ايه؟ ويبتدي النيرف تحت تعمل ديسيجن وتبتدي المريض يطلع فين؟ فوق ياخد تزايد طبعا. فهمت؟ طب بعد كام يوم اسمرنا رجعنا القاهره. بعد كام يوم يرجع انت لونه الطبيعي فاضل. من اسبوعين لاربعة هيعتمد على ايه؟ على حاجة انت بتعملها. ريجنريشن والتنام دي حاجة انت بتعملها، تلتين من واحدة. بتحتاج كده اثناء ايه؟ استحمى. استحمى ايوه كده. الناس اللي هم متعودين ما عندهمش شمس